فندم. احنا وصل لنا المشهد العبثي اللي بيحصل بقاله 4 ايام، لكن كمان كان في بشرة من البشريات ان في بقى في اسعاف بجواركو، هل ده حقيقي؟ لان التصريح اللي كان قبل حضرتك بيقول الاسعاف ممكن يصل لكن بدون اجهزة، فما بيبقاش لفائدة تذكر. قل لي واقع ده يا فندم. يا فندم انا من الناس الاسعاف بيعدي علينا رايح جاي، انا من ضمن الناس اللي عندي الضغط. الراجل عنده 51 سنه وعندي الضغط. بوقف سواق الاسعاف بقول له قيس للضغط، قال لي والله ما معايا جهاز الضغط. اسعاف. في بتاع الهلال الاحمر، طيارات الهلال الاحمر بتخش المعبر جوه. وقفت للدكتور اللي في الهلال الاحمر بقول له يا فندم انا عندي الضغط والبرشام وخلص وانا عايز اقيس الضغط، قال لي والله ما معايا جهاز الضغط. هذا الاسعاف. دي الاسعاف. طيب بتموت اقسم بالله من اول 3 ايام سواقها جاب عنينا شويه، رحنا نصحيه انا ميت في الطياره. طيب احنا خديته ودته ابو سنبل ورجعت فاضيه. ايه يا جدعان؟ قال لك ده السنه اللي طلع وتوفي. المفروض كان في زياره يعني الجهه رسميه مهمه جدا، يمكن مستشار رئيس الجمهوريه اللي هو الاستاذ احمد جمال، محافظ اسوان ايضا اللي هو اشرف عطيه، كان يمكن في زياره رسميه بجواركو امس، فهل الزياره دي انعكست بشيء ايجابي على حضراتكم؟ كان في مثلا امن اكتر ينقذ الموقف، ولا الدنيا ما كانتش احسن حاجه؟ الدنيا كلمت بعد ما مشوا يا فندم. الزياره ديت المفروض جايه تشوف متطلبات الناس دي ايه. الزياره جت دخلت المعبر، سلموا على رئيس الجمرك وقعدوا معاه شربوا قهوه، وكان فيه لوادر وحطارات شغاله. هم اتحركوا من باب الجمرك واللوادر والحطارات اللي كانت شغاله جوه اتحملت ومشت وراهم. مفيش حد وقف لنا ولا حد سالنا في اي حاجه. ده بالتزامن مع الاشتباك والمشكله اللي حصلت، كانوا موجودين؟ كانت موجوده قبلها بيوم، وجم بتوع الشرطه وقفوا معانا لما طبنا الاشتباك عشان يخلوا الطريق للزياره. للزياره فقط. الزياره مشت هنا والبلطجيه جت لنا من هنا.